نركز مع القراءة، مع قراءة هذا الشيخ للقضية، ونجرب الآن أن نفقه قيم الوعي الزينبي. ليش الكتاب بيكتبوا مثلا كتب زينب بطلة كربلاء مثلا؟ لماذا يكتبون زينب كمان في رحاب بطلة كربلاء؟ لماذا يكتبون زينب الكبرى بطلة الحرية؟ كيف يعني بطلة الحرية وبطلة كربلاء؟ وهل عند الفلاسفة اليوم زينب تتجلى لكم، مدرسة فلسفية جديدة من خلال نظرات نظرة كوربان، من خلال نظرة الشيخ الإحسائي الشيخ الأوحد؟ كيف يعني بطلة كربلاء وبطلة الحرية؟ وهل من فرق بين هذا ولا؟ نعم فرق. إنه بطلة الحرية عالم مطلق، بطلة كربلاء عالم محدود. كربلاء بلد معينة في العراق معروفة، صارت بها أحداث الكل يعرفون، وأي محطة يفتحوا عليها اليوم، عشرات المحطات إذا فتحوا بيشوفوا حسين يا حسين وبيعرفوا قصة كربلاء من هناك. لا، زينب بطلة كربلاء في رأي هؤلاء الكتاب يعني استطاعت زينب أن تصحب الكربلائيين في كربلاء حتى سلب الحسين، حتى رأس الحسين فصل. حتى هنا زينب تصلي صامتة، تشاهد مراقبة، لكن عندما حصل هذا على البطولة، البطولة كمان البطولة يعني فيها نقيض، فيها شيء خارق. على بطولة زينب فيها نوع من البطولة، بمعنى أنه الاتصال بالعالم الغير منظور، وبالتالي هي غير مهزومة ولن تنهزم. يا أخي رأس الحسين مقطوع وغير مهزومة، كيف الفلسفة الآن أنه زينب تأخذ صبر الحسين ترفع هيك قليلا تقول له يا رب يا الله تقبل قرباننا هذا؟ الآن يعني عملت من الأرض مثل ما عمل السماء نحو الأرض يوم إسماعيل يكاد يذبح بيد أبيه، فصرخت السماء لا وفديناه بذبح عظيم. السماء قالت للأرض وفديناه بذبح عظيم ونجا إسماعيل، وكل هذه الأمم الآن هؤلاء الأئمة من ذرية إسماعيل. الآن أمر آخر وأمر عظيم، وهو أنه الحسين يبدو كان ذبحا عظيما، والست زينب ترجمته ترجمة جديدة، قالت يا الله تقبل قرباننا هذا. يعني إذا تقبل قربانها هذا معناها ينبغي أن يفدى زين العابدين، ينبغي أن يظهر الأئمة الباقون، ينبغي أن ينتشر الإسلام في كل العالم، ينبغي أن يتآخى الناس، العبيد السود يصبحون سادة الدنيا، الناس إخوة للناس. إذا معناها الحسين في الفلسفة الواقعية هيك صار بكربلاء، طبعا هيك صار بالتاريخ، هيك صار. هلا وجدان أسعد علي، وجدان بعض الإخوة العارفين، وجدان أحمد زين الدين الإحسائي هذا أمر وجدانه هو حر. كيف نحن منشوف أيضا نحن أحرار، وكيف التاريخ رأى كمان هم أحرار بعد ما اتفق المسلمون والمسيحيون واليهود على مسألة وما قتلوه ولا صلبوه، ولكن شبه لهم ناس إلا صلبوه فليكن. لكن في تشبيه الآن ليس هذا الموضوع، الموضوع كيف زينب بطلة كربلاء، بطلة الضرورة، الحياة ضرورة، نحن نحتاج هواء، نحتاج ماء، نحتاج نوم، نحتاج هذه الضرورات كلها. زينب بعالم الشهود بكربلاء بالكوفة بالدمشق كانت فيلسوفة ضرورة،
يعني كيفت عالم العالم الكائن، كيفت عالم الوقائع تكييفا حققت به ما تريد وفق زينب بطلة الحرية. الحرية يعني كما نقول بالشعر أنا حر من سوى ربي القريب وحبيبي كل آن يستجيب، يسلم الخضر وإلياس وعيسى ولإدريس أذان في القلوب، الأحياء الأربعة. الحرية يعني المطلق. زينب بطلة حرية كما يقول الدكتور الدباجي، بطلة حرية بمعنى أنها متصلة بالمطلق بعالم المثال. عالم المثال يمكن يريها أنه هيك بده يصير، فإذا هذا برنامج ينبغي أن ينفذ. نشرب حبات مرة، نشرب عصير حلو، عصير حامض، هذا عالم الحرية يقول لنا. إذا كنا نحن قد علمنا أنه هذا برنامج ينبغي أن يطبق كيفما كان ينبغي أن يطبق، إذا الضرورة والحرية بالمصطلحات الفلسفية هما طرفا الوجود اللي بنقول عنه نحن عالم الشهود وعالم الغيب. هذا عالم الضرورة، هذا الشهود ضرورة أنه أخونا رياض يجيب كاميرا ويضعها أمامي حتى يأخذ الصوت، يأخذ الصورة، هذه ضرورات واقعية وقائع حيوية. بالنسبة لماذا أنا أو كيف أفكر أنا، لماذا أعطي هذا الكلام، ولماذا أخرج من الخلوة والصمت في يوم جمعة حتى أتحدث، هذا ليس ضرورة. أنا حر، فيني بصور فيني ما بصور، بس في قلبي رؤية، هالرؤية القلبية متصلة بعالم أنا حر. حريتي الآن قالت لي إلا ما لشي، اعمل ندر، طلع شوف الوجوه الجميلة، شوف القلوب النبيلة، تحدث إلى هؤلاء الناس في يوم جمعة. بعدين يعني كل واحد ضروري بس يذبح مثلا خروف أو يذبح ذبح عظيم أو يذبح طيور، خذ من صوتك طيورا، خذ من صوتك خرافا، خذ من صوتك ثمارا، قدم للناس من ثمرات الصمت وانظر ماذا يكون. أنا قبلت في عالم الحرية، قبلت مثل هذا الكلام وأسعدني الله فكنت معكم على هذا الحال الذي نحن عليه. طبعا هذا الحال كما يلوح من عالم الحرية ليس محكوما بكربلاء، وليس محكوما بالأحساء، وليس محكوما بدمشق، وإنما هو محكوم بعالم البداء، مفهوم واضح هناك. هذا عالم حرية، له كتب كثيرة في أعمالنا ممكن تبين معنا ذات يوم. اليوم أريد فقط أن أقول مسألتين، مسألة السيدة زينب، فيلسوفة ضرورة وفيلسوفة حرية. فيلسوف الضرورة تستطيع أن تشهد الأحداث وتعيشها وتتكيف تكيفا يمليه عليها مثالها، كأن تلغي حكم الإعدام بزين العابدين مثلا، كأن تقيم محكمة في دمشق حاكمها أحكم الحاكمين والمطالب بالحق رسول رب العالمين والملائكة هم الشهود وهم الأبوكاتية تبع هذه القضية، وتقرر في هذه المحكمة أن القرآن يبقى وأن هذا الحكم الظالم يفنى. وتعرفون خطبة السيدة زينب في دمشق. إذن زينب كفصل ثاني، زينب فيلسوفة ضرورة يعني تتكيف مع الأحداث، تتذكر كيف رباها جدها، أبوها، أمها،
حسنها حسينها، كيف عاشت هذه الحياة الأسرية السعيدة بين جدها وأمها وأبيها، وكيف علمت منهم أنه نحن عالمنا كما يقول السيد المسيح عالم تاني وراء هذا العالم، جنان، حياة خالدة، زمان غير محدود، روح متصلة. هل الفصل الثاني إذن فصل الضرورة والحرية؟ يعني فزينب اليوم، ويمكن رغم أني تكلمت 23 حديثا مع الدكتور عصام عباس في 18 مهرجان، سبقت 5 أحاديث لأنني كنت أحكي هنا وهنا وهنا، كنت أحكي مثلا بمركز الدراسات الإسلامية، كنت أحكي بالمركز الثقافي، كنت أحكي بالست زينب، بحسينية الزهراء، بسنة واحدة بيكون هم عندهم واحد، يكون أنا عندي 3، وهكذا سبقتهم بالعدد أنه 23 حديث ب 18 عاما، مهرجانات النجمة المحمدية في العاصمة السورية. إذن زينب خلاصة هذا الفصل بطلة كربلاء وبطلة حرية، يعني فيلسوفة الضرورة والحرية بالمصطلح الفلسفي. بالمصطلح الفلسفي بيقول الضرورة، يعني أنا بالنسبة إلي بعيش حياة الإنسان هذه ضرورة، أما الحرية روحي متصلة بربها وهي روح حرة، بتعبر السيدة رقية ببساطتها الطفولية ويقولون إن نموت، هذه ضروراتهم، أما أنا فقد نموت، نموت هذا عالم حرية، هم يرون الموت وهي ترى النمو في مسألة الموت. إذن نوصل هون إلى نهاية الفصل الثاني من حديث اليوم التمهيدي، إنه نحن مع فيلسوفة الضرورة والحرية نكيف ضرورات حياتنا، وقائع حياتنا نكيفها وفق ما نعرفه من عالم الحرية، من عالم المثال، من رب الجلال والجمال والبهاء. وهذا معنى البيت الذي ذكرناه للشيخ الأحسائي من قصيدته: وأقبلت زينب تنعى، هذه وقائع هيك عبلت، وأقبلت زينب تنعاه قائلة: هذا الحسين إلى رب السماء ساري. هلا هذا الحسين وإلى رب السماء ساري، هذا نعوة حزن ولا فرح، اعتزاز ولا اكتئاب، انتصار أم هزيمة؟ هذا الحسين ما له إلى رب السماء ساري. الإسراء والمعراج تعرفون الحكاية كيف، إذن هذا انتصار روح الحسين وحال الحسين، مثل ما هو قال أيضا عليه السلام كان يقول: ما أرى الموت إلا سعادة. الآن بالموت بالشهادة هو أسرع إلى ربه. زينب ببيت واحد بشطرين من شعر الشيخ الإحسائي كشف لنا أنها فيلسوفة ضرورة، تنعى الحسين، تتحدث حديث الناس الذي ما يزالون يكررونه بالأحزان وبالمآتم وبالحسينيات، وحديث الطف حديث الطف. وأما الحرة الحرية بالشطر الثاني: هذا الحسين إلى رب السماء ساري. القرآن مليء، الكتب السماوية مليئة: سابقوا إلى جنة وهذا الحسين طلع. هنيئا.